السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناة زكريا للطيور المغردة. اليوم كنرجع لكم موضوع جديد، وقبل ما نشترقوا لهذا الموضوع كنحييكم من هذا المنبر على الدعم ديالكم، على الاشتراك ديالكم. الحمد لله القناة كانت صغيرة وراها غدا وكتكبر بالفضل ديال التشجيع ديالكم في البريفي، في فيسبوك، في انستغرام، في تيك توك، في سناب شات. المهم كنشكركم بزاف بزاف بزاف، وكنسالكم وكنطلب منكم عاوتاني تبارطاجيو هذا الفيديو بزاف، حيت راه موضوع مهم اللي هو الباتي. هنا غنقدم لكم واحد الموضوع، الباتي على لوف خفيف ظريف. كيفاش ديروه؟ شنو المكونات اللي كنستعمل فيه؟ وخليكم معايا، ها هو جاي. خوتي خواتاتي السلام عليكم. كما العاده كما قلت لكم في المقدمه، اليوم غنقدم لكم باتي على لوف. كما كتشوفوا ها هي بيضه بلديه، يعني دايره بيضه بلديه. غنزيدوا في هذا الباتي كما ديما الباتي فلاي سون كولورون اللي ما فيهاش ملون، ياك. كما العاده شويه مدود القبابي، لي بروتيين، البروبيوتيك ضروري، البروبيوتيك ولكن بكميه قليله حتى نديرو دو فوا جوج المرات في لي باتي، وضروري من السبيرولينا حتى هي. عندنا عاوتاني هنايا سيبيا او الكالسيوم كما كيعرف الجميع، انا غنوريلكم من بعد ميكا. غنزيدو شويه ديال النيجر مع الباتي وشويه ديال الكتان، حيت هاد البطور شويه كيعاونو الطويرات باش يخرجوا ريش دولاء معان. وكما تشوفوا انا غنبدا الخدمه ديالي هنايا فهاد لو بوتي بول، ولكن بلاتي غندير شويه ديال هذا، غندير جوج معلقات خفاف ما غنديرهمش كبار ديال الباتي كما كيبان لك معايا. فوالا، واحد جوج، سي بون. المهم بدر شي عد بشويه الاخوان. كما قلت لكم دابا هاد الباتي هادي يعني راه غنيه بالبروتيين، يعني كما تعرفوا راه البيضه راه بروتيين خالص، بروتيين حيواني. وهاد الباتي او ميم طون انا خدام وغنحاول نشرح لكم يعني المده فيقاش كنستعمل هاد الباتي وشحال كنستعملها من مره. انا كنحاول ندير الباتي ديال اللوف الجمعه والسبت. علاش الجمعه والسبت؟ الجمعه حيت يكون معايا واحد الموظف في الشبح اللي كيجيب العشيه كيحيد ليا البيض الطويرات باش ما كي عزكم الله يعني ما يخسرش ولا يطلق الريحه. وبيان سور الطويرات ديالنا خصنا نحافظوا لهم على الصحه ديالهم. كلشي كيعرف الباتي ديال اللوف يعني كيقدر يخسر مع الجو ولا كان شويه مزموج، يعني الانسان ياخذ الحيطه والحذر ديالو في هذا الموضوع هذا. والسبت بحكم انني كنكون انا في الدار ما خدامش، يعني كناخذ الوقت ديالي مع الطويرات، كنغسل ليهم، كنبدل لهم، كنغسلهم لي كاج ديالهم، و او ميم طون كنعطيهم الباتي على في الصباح كياكلوها هكا. ديك جوج كاع العشيه كنحاول نحيدها لهم، تيكونوا هما كلاو في هذيك الصباح مزيان صافي، جوج هذيك الوقيته كنحيدها لهم انا. كما كتشوفوا هنا راه لوف ولا البيض، البيض راه بلدي ماشي بيض رومي، تقدروا تستعملوا الرومي يعني حسب الاستطاعه ديالكم، ولكن البلدي راه كلشي عارف ان القيمه الغذائيه ديالو شويه زايده على الرومي، ماشي شويه زايده، راه زايده بزاف على الرومي. بعض المرات راه ما كنستعملش البيض البلدي ديال الدجاج، راه كنستعمل ديال الوز بعض المرات. المهم حتى وجهك باش يكون الصالير داخل اخويا تراك انت الله. تقدروا ديروا بعض المرات البيض ديال السمان. المهم اللي كما قلت لكم اللي جا على قدر المستطاع ديالكم نتوما والوجه ديالكم في التهليه مع الطويرات صافي. هذا بيان سور اخوتي غسلوا يديكم مزيان قبل ما ديروا هاد الحركات هادو، حيت حنا ما يمكنش كنديروا لهم ان بلونشيمون باش نيطواي لهم فهمتي الامعاء ديالهم والمصيرنات ديالهم، ونعطيهم شي حاجه اللي تخلي ما تخربق لهم لو سيستم فهمتي. واخا حنا راه كنديروا لهم الوقايه يعني مسبقا، يعني كما شفتوا معايا في لي بروميير فيديو ديال البلونشيمون ولا التطهير الطبيعي، كندير خل التفاح والحامض والعسل والثوم، وان شاء الله نتطرقوا لجميع المواضيع ديال البلونشيمون. راه مواد جايين ولي فيديو راهما جايين في الطريق. غنخليكم دابا حنا في الباطي، غنحاول ندير لكم واحد السلسله اللي ما تكونش كبيره بزاف، فيها الباتي على لوف واللي فيها الباتي
بالبير موربيد اللي كتعوض لي غران جيرمي، وغندير لكم لي غران جيرمي بيان سور لي على حساب الطلب ديالكم. الا بغيتو ديروا ندير لكم هذا الفيديو راه نديرو لكم، يعني خليو لي الكومونتير في لاكاس دي كومونتير، ولا خليو لي لا دوموند وانا الا طلبتوها ليا راه نقاد لكم الامور. فوالا وكاينه اون تروازيام ولا ثالث باتي اللي كنحاول نعطي لهم، هذه كتكون باتي خفيفه ولكن غنيه جدا ما فيهاش مواد بزاف، اللي هي باللوز ولا بالقرقاع ولا المهم كنقولوا لهم حنايا الفواكه الجافه، كنديروها بالفواكه الجافه وشويه العسل، وكنعطيوها مره في 15 جوغ ولا مره باغ سومين بكميه ضئيله، يعني ماشي ديما كميه كبيره. الطويره ديالنا هانتوما الاخوان كما كتشوفوا ها هو كيفاش كيجي، يعني دابا غنديروا ليه ان ميلونج، غنحركوه شويه مزيان راه الباتا الاخوان غنيه جدا، وضروري الاخوان ديالي في خصوصا في هذه الفتره ديال غايه الريش وفي الفتره ديال الراحه، يعني هي شوف باتا راه انديسبونسابل، يعني ما يمكنش نستغناو عليها باش تكونوا متفقين، هي كتبقى الكميه اللي كتقدر تعطيها. انا علاش كندير البيرل موربيد وكندير يومين ديال البيرل موربيد ويومين ديال البيض، باش ما كنكثرش عليهم البيض وما كنكثرش عليهم عاوتاني من البيرل موربيد، كنحاول نفرقها خفيفه باش الكل يعني يقدر الطويرات يستافدوا. دابا غندير واحد شويه ديال البروبيوتيك، انا ماشي كندير لكم اشهار ديال لا مارك، هذه افيان فيت، هادي كانت خديتها من كازا من الاخ فتاح. المهم هادو شي حوايج لي ضروري انا الاخوان باش تحافظ على الطوير ديالكم، كما قلت لكم كنديروا هادشي بكميه لي خفيفه، يعني ماشي شي حاجه لي كبيره. سبيرولينا مهمه جدا، ماده قويه وغنيه بالبروتين، يعني ما تبخلوش على الطوارات ديالكم الاخوان باش ان شاء الله يدوز ان الفاج يكون زويون. غنديروا واحد شويه ديال كما قلت لكم ديال النيجر، كنت انا الاخوان كما قلت لكم راه حبوب من الحبوب الزيتيه، يعني راه كيعطي لها معان وكيعاون في تساقط الريش الميت، كيعطي لها معان جديد للريش الجديد، يعني راه شي حاجه اللي مهمه. غنحاولو نخلطو هادشي عاوتاني شوية هكا، هانتوما لحد الآن الإخوان كتشوفو كيفاش كيجي الباتي، يعني هانتوما نحاول نقربلو ليكم. الموظف الشبح ديالي الله يجزيه بالخير، راه تفكرت واحد الماده كما قلت لكم اللي ما كنحيدهاش انا بعدا من الباطي اللي هو الخرقه من البلدي، هاد الماده ضروريه بالنسبه لي انا اللي كتحمي الطويرات ديالنا، تتحمي الكبده ديال الطويرات ديالنا، خاصه في غياب الشاردون ماري ولا النبته اللي كنقولوا لها حنايا بالعاميه هنا في المغرب ولا في بعض المناطق ديال المغرب تيقولوا لها شوكة حمار، اللي هي مهمة مطهر للكبد، يعني بيد ما ان شاء الله ربي يسقينا بالشتاء وتبدا تنوض يعني كنعوضوه بالخرقوم البلدي. وراه كاينه فيديو جايه ان شاء الله في السلسله ديال البلانشيمون ناتوريل وفي التطهير الطبيعي على هذه الماده هذه وطريقه الاستعمال ديالها. غنختموا ان شاء الله بشويه ديال الدود القبابي، هانتوما راه كندير غير شويه حيت راه اصلا ديجا هادشي راه غني بالبروتين، وغيبقى لينا العظم ديال الكالسيوم. يا اخوان انا كنخليه في البلاصه هكا، فوالا يا اخوان راه البلاستيك الشاف بحال تعكست شويه فوالا. المهم اللي ما تعرفش السي بي ا ها هي عندي هي الكالسيوم، انا راه باش ما نكذبش عليكم راه السي بي ا راه في كاع القفيزات ديالي، يعني راه في القفوزه كاملين
راه فيهم العظم ديال السيبيا. هانتوما نحاول نوريكم الاخوان كيفاش كندليها، راه كتولي غبره هي كتحكى بحال هكا سبحان الله. بحال الطباشير صافي. كدير واحد شويه نقول واحد 3 غرام ولا 2 غرام، وكتعاود تخلط لو ميلونج كامل. ها هو الباطي الوف واجد للتقديم للطيور ديالنا. اخوان اللي عنده شي تساؤلات مرحبا به في لاكاز ديال لي كومونتير. ما تبخلوش عليا بلو بارطاج بلي لايك بلي زابونمون. دراري جداد مرحبا بكم، ومن هذا المنبر كنشكر جميع الناس اللي تابوناو مؤخرا في لاشين. كنطلبكم وكنشجعكم انكم تزيدوا تبارطاجيو 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 تبارطاجيو. كانت معكم هنايا قناة زكريا للطيور المغردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.